السلام عليكم طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي مع تكملة دروس الجيومتري الترم الثاني. النهاردة هنتكلم عن equality of area of triangles of two triangles. أول فكرة يا حضرات مهمة، أول فكرة الأولى دي، لو عندك two triangles have common base أو same base between two straight line parallel يبقوا equal in area. تعال نفهم الكلام ده مع بعض. لو انا عندي مثلث اهو A B C ومثلث تاني A D C، لو المثلثين المثلث A B C والمثلث D B C لهم كومن بيز زي ما انت شايف بي سي، والبي سي بارل للاي دي، يبقى انا عندي شرطين اهو، المثلث اي بي سي والمثلث دي بي سي، ايه الشرطين؟ في كومن بيز، بي سي از كومن بيز والبي سي بارلل للاي دي. هستنتج يا حضرتك ان الاريا بتاعت المثلث اي بي سي ايكوال الاريا بتاعت المثلث دي بي سي. يبقى حضرتك النهارده لما نلاقي زي البارلوجرام بالظبط، لما نلاقي مثلثين لهم نفس البيز وبتوين تو بارلل لاين يبقوا ايكوال الاريا، يبقى في بارلل يبقى في ايكوال ان اريا. تاني فكره بيقول لك المثلث لو في ميديا اهو، ميديا ادي اي دي المثلث اي بي سي والاي دي ده ميديا، يبقى هيقسم المثلث لمثلثين، مثلث اي بي دي ومثلث اي سي دي، المثلثين هيبقوا ايكوال ان اريا، يبقى اف اي دي از ميديا. نستنتج على طول، نستنتج ان الاريا بتاع المثلث اي بي دي ايكوال الاريا بتاعت المثلث اي سي دي، كل واحد منهم هيبقى هاف الكبير، اريا اوف تريانجل اي سي دي ايكوال هاف الاريا بتاعت المثلث اي بي سي. جميل. طب دلوقتي لو انا عندي مثلثين زي اللي هنشوفهم دلوقتي، ادي مثلث اهو اي بي دي والمثلث التاني هنا اي وهنا سي، تعالى كده المثلث اي بي دي والمثلث اي سي اي هنلاقي فيه كومن فيرتكس، كومن ايه؟ فيرتكس. دي الفكره الثالثه، والبيز هنا بي دي قد السي اي، دي الفكره الثالثه. يبقى لو عندي مثلث اي بي دي ومثلث اي سي اي في شرطين، الاي كومن فيرتكس حلو، والبي دي ايكوال السي اي، يبقى على طول الاريا بتاعتهم ايكوال، يبقى المثلث اي بي دي ايكوال المثلث اي سي اي. جميل. تعال نشوف اخر فكره، بيقول لك لو عندنا اتنين تريانجل، ادي تريانجل وادي انظر تريانجل، لو طلعوا ايكوال ان اريا اي بي سي، لو المثلث اي بي سي ايكوال ان اريا المثلث دي بي سي، فين المثلث دي بي سي؟ تعال نشوفه مع بعض اهو، المثلث الازرق ده، لو المثلث الاحمر والمثلث الازرق ايكوال ان اريا ولهم كومن بيز يبقى فيه بارل. طب احنا الحالة الأولى
الفكره الاولى كانت بتقول لو كومن بيز وبارلل يبقوا ايكوال ان اريا. طب دلوقتي لو ايكوال ان اريا وكومن بيز يبقى في بارلل. اف اريا اوف تريانجل اي بي سي ايكوال اريا اوف تريانجل دي بي سي، وهم لهم اصلا كومن بيز، يعني الاريا ايكوال ومعاهم كومن بيز بي سي، يبقى هستنتج على طول ان في بارلل. هستنتج ايه؟ يبقى زير فور البي سي بارلل للاي دي. كلام جميل. يبقى احنا عندنا اربع افكار المفروض حافظينهم صم. تعال نشوف هنا، قال لك في الجيفن ان سي دي بارلل للاي بي. جميل. لما يجي لك سؤال زي كده بتحاول تبص على الاثنين البارلل. اول ما يبقى في بارلل يا اولاد، بارلل يبقى كومن، يبقى ايكوال ان اريا. في بارلل يبقى هستنتج ايكوال ان اريا. طب في ايكوال اريا ان شاء الله هيبقى في بارلل. طيب دلوقتي انا لو بصيت على المثلث اي بي سي اهو، اي بي سي اعتقد شايفينه كويس جدا. طب وجينا بصينا على المثلث، المثلث سي، طبعا المثلث الاولاني اسمه دي اي بي، المثلث الثاني تعال نشوفه مع بعض، المثلث الثاني اهو هنشوف حالا، المثلث الثاني اسمه سي اي بي. جميل جدا اهو. هل المثلثين دول فيهم حاجه جميله؟ فيهم كومن بيز. كومن بيز مين؟ الاي بي، والاي بي بارلل للدي سي وايكوال ان اري. كلام حلو جدا. هقول له سنس المثلث الاولاني دي اي بي والمثلث الثاني سي اي بي. طب ايه الكومن بيز؟ اي بي از كومن بيز، وعندي الاي بي بارلل للدي سي. هنستنتج ان الاريا بتاعتهم اريا اوف تريانجل دي اي بي ايكوال اريا اوف تريانجل سي اي بي. هنلاقي ان الاثنين تريانجل اللي انت شايفهم دول في جزء مشترك. ايه الجزء المشترك؟ الجزء ده كده اهو، الجزء ده كده. طب لو عملت سبتراكت للجزء ده، شلته من المثلث الازرق وشلته من المثلث الاحمر، لو قصيت الجزء ده كده اهو باي سبتراكت اريا اوف تريانجل ام اي بي، هيفضل ايه في الازرق؟ هيفضل المثلث اي دي ام. وهيفضل ايه في المثلث الاحمر؟ هيفضل المثلث سي، المثلث سي بي ام، وده كان المطلوب. صعبه؟ طب تعال نشوف هنا برضو عندنا بارل. طب ابص كده على المثلث اللي احنا شايفينه قدامنا ده والمثلث اهو التاني اهو، هنلاقي حضرتك في كومن بيز، اي دي كومن بيز. طب وفي بارل يبقوا ايكوال ان اري، سنس المثلث اي دي بي والمثلث اي دي سي، المثلث اهو اي دي سي. الكومن بيز اي دي از كومن بيز. والاي دي بارلل للبي سي، يبقى اريا اوف تريانجل اي دي بي ايكوال اريا اوف تريانجل، الشرطين اتوفروا يبقى ايكوال ان اري اي دي سي. طب لو عملنا ادنج المثلث الصغير اللي فوق ده اريا اوف تريانجل اي دي اي، تعالى كده نشوف هنوصل ليه.
نلون كده مثلا التريانجل اللي احنا عايزين نعمل له ادنج اهو، هنلزق التريانجل الاخضر ده في التريانجل الازرق وهنلزقه برضو في التريانجل الاحمر. هنستنتج ايه؟ تعالى كده نشوف. هنستنتج ان الازرق مع الاخضر هيديني المثلث اي بي اي. جميل. طب الاخضر مع الاحمر هيديني المثلث اي دي سي، وده كان